لماذا حرم الله لحم الخنزير؟ يقول تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الله يحرم على المسلمين كل ما فيه ضرر على الإنسان، ويحلل له الطيبات التي هي خير له، وما لحم الخنزير إلا من الخبائث التي تضر وتفتك بالإنسان. فالخنزير عبارة عن حيوان خبيث وسخ وضار، وهو من الحيوانات القذرة التي لا تتغذى إلا على الأوساخ والفضلات والفئران. فالله عز وجل حرم علينا أكله لما للنفس البشرية من تقدير، ويأبى الله بأن نتناول ما هو قذر. ومن جهة أخرى، يعتبر الخنزير حيوانا مخلالا بمزاجه، وهو غير سوي، لذا لا يهين الله الإنسان ويحلل أكله لما له من ضرر وترك أثر على الإنسان، فهو حيوان شديد الجنس ولا يترك لنفسه واحدة بل يجامع الكثير. أضرار لحم الخنزير: أولا، لحم الخنزير يسبب في إحداث السمنة ويصعب على متناوله الشفاء منها. ثانيا، يحدث لحم الخنزير الكثير من الترهلات في أجسام متناوليه. ثالثا، يسبب لحم الخنزير الإصابة بالعديد من السرطانات الفتاكة كسرطان القولون والمعدة والثدي وسرطان الدم وسرطان البروتستات. رابعا، يعرض تناول لحم الخنزير إلى الإصابة بارتفاع شديد في نسبة الكوليسترول، والتي بدورها تسبب الجلطات القلبية وتصلب الشرايين لما يحويه من كميات هائلة من الدهون. خامسا، يجعل لحم الخنزير الإنسان أكثر عرضة لقرحة والتهابات المعدة. سادسا، يسبب لحم الخنزير الشعور بحكة قوية في جلد الإنسان وتصيبه بالحساسية. سابعا، المكون الرئيسي للحم الخنزير هو الديدان، وهذا ما ينقله لحم الخنزير إلى أكله، فتعيش الدودة الشريطية التي تفرز بويضاتها في أحشاء الإنسان، مما قد يتسبب في إصابته بالهستيريا والجنون إذا نمت في المناطق القريبة من الدماغ، وإن نمت حول القلب تصيبه بالجلطات وارتفاع في ضغط الدم. ثامنا، دودة التريكانيلا الشعرية الحلزونية موجودة أيضا في لحم الخنزير، ومن أضرارها إصابة النخاع الشوكي بالشلل وطفح ينتشر على جلد الإنسان. تاسعا، يسبب لحم الخنزير العديد من الالتهابات التي تصيب أعصاب الإنسان والمفاصل والكلى والرئتين. عاشرا وأخيرا، مرض السحايا من الأمراض الناتجة عن تناول لحم الخنزير.